توج الفارس عمر حسون بلقب الفئة الأولى على حواجز بارتفاع 125 سنتي ضمن بطولة أبو زغل الأولى للفروسية للقفز على الحواجز، والتي نظمها نادي الجواد العربي بالتعاون مع شركة أبو زغل بمشاركة 85 فارس وفارسة، وتناوب على تتويج الفرسان الفائزين أديب أبو زغل وإسماعيل أحمر وأسامة أبو زغل. وتابع فعالية البطولة رئيس نادي الجواد إبراهيم بشارات وخضر القصير مدير عام النادي وجمهور كبير من محبي رياضة فروسية القفز، والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بتنظيم من نادي الجواد العربي للفروسية أقيمت بطولة أبو زغل الأولى بمشاركة 75 فارسا وفارسة من مختلف الفئات العمرية. اليوم انطلقت من صباح هذا اليوم فعاليات بطولة مجموعة أبو زغل الأولى للفروسية بفضل الله بمشاركة 75 فارس وفارسة. منذ صباح هذا اليوم حقيقة كانت المنافسة قوية لمختلف الفئات، فئات الناشئين وزي ما شفنا قبل شوي فئة المحترفين. تأهل 4 فرسان طبعا للمشاركة في جولة التمايز. طبعا جوائز مالية قيمة كانت مخصصة لفعاليات هذه البطولة. نادي الجواد العربي الحمد لله يعني خلال السنة هاي باشر بالتحضيرات المميزة لاستقبال مثل هذا النوع من البطولات، مثل الأرضية والحواجز وحتى تكون على المسار العالمي حفاظا على سلامة الخيول وعلى سلامة الفرسان. تعرف أنت يعني هناك خيول مشاركة بأسعار عالية، وبالتالي الحفاظ على سلامة هذه الخيول من خلال أرضية صحيحة على أسس رياضية مميزة وفق المعايير الدولية. نادي الجواد العربي وفر حقيقة كل المتطلبات اللازمة لإقامة هذه البطولة. البطولة والتي تقام للمرة الأولى على مضمار نادي الجواد شهدت منافسة كبيرة من قبل الفرسان، خاصة في فئة الناشئين والتي توج بها يزيد المناصير بفارق ضئيل عن صاحب المركز الثاني محمد الحلواني، فيما أحرزت رزان العلي المركز الثالث متفوقة على راشد أبو زغلة صاحب المركز الرابع. أما في فئة المحترفين والتي شهدت مشاركة لافتة من قبل عدد من الفرسان الذين يطمحون للاستعداد للبطولات العربية، تميزت الجولة الأولى بالإثارة قبل أن يتأهل 4 فرسان إلى جولة التمايز، والتي كانت حافلة بالندية بين الفرسان الأربعة. يظفر عمر حسون بالمركز الأول متفوقا على فلاح حسون صاحب المركز الثاني، فيما حل رامي شاهين بالمركز الثالث تاركا المركز الرابع لحمز الكسواني. يتفضل باستلام الجائزة المالية وقيمتها 80 دينار و حمد مبروك. أصحاب المراكز الأولى في فئة المحترفين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة بمثل هذه البطولات التي تعد خير إعداد للبطولات المحلية والعربية القادمة. البطولة كانت رائعة جدا، المنافسة كانت جدا قوية من الفئات الصغيرة حتى الفئات الكبيرة، وبالذات الفئة الكبيرة اللي هي فئة 120-125 كانت منافسة جدا قوية، وكان كلهم يعني أسماء بجولة التمايز، كان يعني أسماء من الكبار يعني كابتن فلاح حسون، حمزة الكسواني، رامي شاهين، هدول من الفرسان يعني التوب رايدرز بنحكي. فالحمد لله كانت منافسة جدا قوية وكانت البطولة جدا جميلة، لأنه احنا بنحتاج النوع من هذا يعني من هذا النوع من البطولات، لأنه بيعمل الحركة. يعني هي هاي البطولة من البطولات اللي أنا بالنسبة لي تحضيرية لبطولة اللي هي راح تيجي في آخر هذا الشهر ب 26-27 البطولة الدولية المؤهلة للدوري العربي اللي هي تيجي ون ستار. هاي احنا يعني أغلب الفرسان احنا راكبين عم بنجهز فيها لل البطولة الجاية بآخر الشهر. البطولة بصراحة كانت هي نعم ما في عدد مشاركين كثير، بس كانت مباراة كثير قوية ومنافسة كثير قوية باعتبار 10-15 حصان اللي كان نازلين على الكلاس العالي، هي من أحسن الخيل الموجودة تقريبا بالمملكة. وبصراحة هي هاي البطولة نعم هي الأولى من يعني باسم مباراة أبو زغلة، بس احنا بالنسبة إن هاي مباراة كونها يعني قريبة على المباراة الدولية، يعني مباراة كانت كثير كثير منيحة و يعني مستوى الخيل جيد جدا، ومنافسة كانت كثير قريبة، يعني الأخطاء بين واحد وواحد يعني أخطاء زمن مش كثيرة،
ونتمنى هاي المباراة تستمر، ويعني كمباراة أولى وثانية وثالثة، وكل الناس اللي تقدر ترعى مباراة تدعم مباراة، يعني بالعكس لازم يكون هم سباقين لرياضة الآباء والأجداد ورفع من مستوى الرياضة بالأردن. المباراة كانت حلوة، هي المباراة كان أول إشي راوند أول عملنا عليه كلير، بعدين تأهلنا 4 فرسان على الجومب أوف، جبت الرابع ما كان اللي حظ، وقعت 2 على الجومب أوف فطلعت الرابع. هلأ عم نجهز الخيل، عم ننزلهم على هاي المباراة عشان يشوفوا جو المباراة، عشان عنا كمان أسبوعين الدولية اللي حتصير بالعريان. بطولة أبو زغلة للفروسية، ورغم أنها بطولة ودية إلا أنها تعد واحدة من البطولات التي قد تعود بفائدة كبيرة للفرسان الطامحين في تحسين مستوياتهم قبل المشاركة في الاستحقاقات الرسمية.